السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة معايا أنا فاطمة الجاوي. كل عام وأنتم بخير. هاي يا بنات بشروني، تمرنتوا ولا ما تمرنتوا؟ دربتوا السواقة ولا ما دربتوا السواقة؟ روحتوا شفتوا الحلقات اللي فاتت ولا لا؟ نزلت 1 و2 و3، وزي ما وعدتكم هذا إن شاء الله بإذن الله الجزء النظري. سووا لايك وشير وسبسكرايب. وعلى فكرة الحلقة هذه يعني من كثر المعلومات اللي فيها كتبت لكم هي في نوت عشان إن شاء الله بإذن الله ما أنسى. وقبل أبدأ أبغى أقول إنه هذه تجربتي أنا فاطمة، فبتكلم بلسان يعني مو بلسان أحد. فبسم الله نبدأ. هيا روح جيبي ورقة وقلم عشان ما بعيد. أوكي شوفوا، أول شيء أتعلمي مع واحد بالو وخلقه وسيع وطويل. لا تتعلمي السواقة مع واحد ما له نفس وما له خلق أصلا، ما عنده صبر، أو واحد سواقته تعبانة، لأنه الأول رح يكرهك شيء اسمه طارة أو اسمه سيارة، والتاني رح يجيب فيك العيد اللي هو ما جابه بنفسه. فشوفي لك واحد كده باله مرة وسيع ويصبر عليكي على أغلاطك ودي الأشياء يعني. والله كتر قل ما حد بيعلمك دق علي أنا عليك ما عليكي. المهم طيب، زي ما قلت في الحلقة الأولى، إذا أول مرة تتعلمي على سيارة أخوك القديمة أو سيارة مستعملة، الكشخة في السيارة إن شاء الله تطلعي آخر موديل بإذن الله، بإذن الله رح يجي، استني بس شوية. أنت لما تحس نفسك واثقة، وهذا الشعور يمكن يجي تقريبا يعني من 6 شهور لسنة، ممكن تحس نفسك كول في السواقة وعادي والله إنك تسوقي وإنتي ما أنتي يعني أعصابك مشدودة وما أدري إيش. على فكرة العصبية هذه حقت السواقة في السعودية انتوا عارفين ايش سببها، اتوقع هم ينطحوا في بعض، احنا مالنا، احنا ان شاء الله سواقتنا احسن من سواقتهم، كيف كده مظبطتكم. المهم الخوف حق اول مرة امر جدا جدا وارد. الزحمة، الزحمة ترى موجودة في كل بلدان العالم مو بس في السعودية. انا بالنسبة لي هنا لوس انجلوس، او ماي جاد، ترى انا اكره اروح لوس انجلوس بسبب الزحمة. بس ما تخلي هذا الموضوع يعني الخوف والزحمة انهم يكونوا عائق انك انتي ما تتعلمي السواقة، عادي ترى يعني كل مكان الخوف ترى حيروح يعني. على فكرة اذا تبغون اتكلم على تجربتي في السواقة اول مرة وايش سويت وجبت العيد اكتب لي تحت في الكومنتات يعني. ارتكاب الاخطاء وارد. انا صار لي 5 سنين اسوق، واقول لكم والله يعني كل مرة اسوق احس نفسي برتكب خطأ، بس مو الخطأ اللي ودي في داهية يعني. بمجرد ما انت تتعلم الاساسيات، اذا رحت ذكرت الفيديوهات اللي انا نزلتها ترى رح تعرفي الاساسيات باذن الله، يعني انت يريدي تجو ان شاء الله باذن الله. فعادي اصلا تتمرني، كل ما تتمرني حتصيري احسن. ضروري 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 تتبع الإشارات، الستوب ساين بليز 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 أعطوه قدره أعطوه حقه. إذا أنتي وأنتي وأنتي ما قد سمعتوا عن أحد صار له حادث يعني بسبب الستوب ساين، برا وبعيد برا وبعيد عنكم، أنا أعرف ناس راحوا تحت التراب بسبب الستوب ساين هذه عن جد. فأعطوه وجه يا أخي. الإشارة الحمراء، حقية المسار، الإشارات الثانية، الكتيب هذا حق الإشارات، من الإشارات ما في كتيب أخشي أونلاين أكتبي إيش يعني إشارات المرور وتعلميها، ترى ضرورية. البوري أو الهيرن، الناس يقولوا الهيرن، ليس أداة لتنفيس الغضب. والله أكتر شيء أحبه في سواقة أمريكا إنه البوري يستخدم بس عند الضرورة، فقط عند الضرورة، فاستخدمي انت كمان عند الضرورة. اوكي، لا تسمح لأحد يستعجلك في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. لو واحد وراكي قاعد طوط 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 يباكي تطلعي بسرعة ولا يباكي تعدي ولا يباكي، ترى لو صارك شيء انت اللي هتتورطي، تمشين انت اللي هتتورطي، وهو حيقعد واحد زيه زي اللي بيتفرجوا عليك، لا واحتمال كمان يطلع جواله ويصورك سنابه ويكتب تحتك، يسويك ميم، يكتب تحتك هذه البنت السعوديه لما تسوق. خليه ان شاء الله يبيض يفقص. اهم شيء الدنيا ترى ما هي طايره، الدنيا ما هي طايره، اهم شيء تتعدي بسلام. فهمتوا علي؟ ف اذا اخذتي قرار خليكي على المسار. ايش رايكم؟ اذا اخذتي قرار خليكي على المسار، ايش يعني؟ يعني مثلا حولتي على طريق عشان تعدي على اليمين وبعدين تذكرتي لا انه غلط،
فما اشوفك شاكه حبيبتي من اليمين الينا اليسار بس عشان ايش والله انت فجاه كده قررتي انك تغيري المسار. ف ترى كده ما راح تخدمي نفسك ولا تخدمي غيرك، بالعكس حتوتري الجو. خلاص خدي اللفه اليمين وغيري بعدين قدام، يعني خلاص يعني ما في شيء يعني. اوكي، لو كنت في طريق سريع وفاتك المخرج او حيفوتك المخرج حبيبتي لا شوفك شقحة من اليسار لين اليمين، ميول على المخرج ان شاء الله، خدي المخرج اللي بعده ولا انك تسوي التوتر والارباك هذا كله في الخط السريع. ممنوع 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 الكتابة النصية وقت السواقة، وممنوع تحط مكياج ترى، يعني ما تسوق تحط ترى ما يجي الاثنين يعني حتجيب العيد. اذا مرة مرة كده مشتهي احد يونسك مسكي اللي على يمينك الدي جي يعني وانبسطوا انتوا الاثنين. يا بنات لا تتحمسي وتمسكي طريق سفر او تكوني في مجموعه وانت الوحيده اللي تسوقي. تبي تعرفي ليش؟ ما راح اقول لك، عشان تجربي بنفسك، عشان تكرهي نفسك. صدقيني حريم 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 بزارينكم اربطوهم في الكراسي اللي ورا عن جد، او اشتري لهم هذا الكراسي حق الاطفال. ترى يجيبوا ترى من حالهم من حالهم يجيبوا التوتر، من جد يجيبوا التوتر. لا شوف حرمه شايله بزرها على عبها ولا ممسكه ولدها الطار، ترى مره ما هي شطاره ولا هي فلاحه. والله يعرف ناس قسم بيت الله صار لهم حادث، يعني مو واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، مره كثير. بس عشان ايش؟ خلي حموده يلعب، خلي حماده ينبسط. اقول رجعي حموده ورا، اقول اعوذ بالله. طيب زي ما قلت الفيديو الاول، اعطي الامان للي معاك في السياره واللي يسوق واللي يمشي في الخط. ابوي دائما يقول اذا انت عاقله الاربع اللي حوالينك مجانين، فخلي عينك على السكه وعلى السياره. اوكي شوفي، هذه مو تحريشه، لا حقيقه والله من خبرتي الشخصيه، شيلي من بالك شيلي من بالك انه الاولاد يعرفوا احسن من البنات في السياره، ترى خراط. يعني في اولاد يو فنانين، بس في اولاد ما عندهم عند جدتي ما يعرف الا غير كيف يشغل السياره. ف احنا بس ما حد اعطانا الفرصه يعني عشان نوريكم مهاراتنا. البنات ترى يعني في بنات انا من ضمنهم صراحه اعرف السياره اكثر 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 من الاولاد. ف شيلي دي الفكره من راسك، احنا ان شاء الله باذن الله قدها. لو تبي تعرفي اي حاجه اي حاجه اي حاجه في السياره، الله يخلي عمي جوجل ولا اليوتيوب، ولا انك تقري المانوال حق السياره. ترى المانوال تلاقيه في الخرج حق السياره، في له كل حاجه تبغي تعرفيها عن السياره، صيانه، خرابات، اذا تبي تعرفي تغيري زيت، اذا تبي تعرفي المويه، ما ادري ايش مقاسات، كله كله كله. لا تستهينوا بدا الشيء، تلاقوه في المانوال. اتعلمي تسوي اشياء بنفسك، ترى مره مو عيب يعني تغير كفر، تغير زيت. انا ما انصح انك تودي السياره للميكانيك عشان يسوي لك دي الاشياء العبيطه. يعني على فكره تبوني انزل فيديوهات على دي الاشياء، اكتبوا لي تحت في الكومنتات ان شاء الله باذن الله اقدر. اوكي والله من قلب هذه النصيحه، خلي الميكانيكي اخر خيار لك، بعد ما تدوري في عمي جوجل وعمي يوتيوب وتقري المانوال تسألي فلان وعلان، خلي الميكانيكي آخر خيار لك. ليش؟ أقول لكم، أنا ما قد أعطيت سيارتي الميكانيكي ورجعت السيارة أحسن مما كانت، لا والله نادرا مرة نادرا. دائما 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 اللي أنا أسوي إني أوقف على راسه ألين ما يخلص، والله ياخد ساعتين ياخد ثلاثة، أجيب عفشي أجيب لابتوبي وأسوي شغلي. انا اعرف انه الخيار هذا ممكن ما يكون متوفر في السعودية، خلي اخوكي او احد تثقي فيه او زوجك او ابوكي يوقف على راس الميكانيكي، لانه مرة سهل انك تلعبي في السيارة وتجيبي عمرها في وقت مرة قصير على يد واحد مسوي نفسه انه يفهم. هو يعني في ميكانيكيين كويسين، انا اتكلم عن التجارب السيئة اللي انا مريت فيها. اوكي ايش باقي ايش باقي ايش باقي؟ اوكي ما بقي شيء، ادري اني طولت، اعذروني على الاطاله، وان شاء الله يا رب انكم تكونوا
استفدتوا لا تنسوا تروحوا تشوفوا الحلقات اللي فاتت، واذا تبغوا اي حاجة اي سؤال اي استفسار عن السواقة اكتبوا لي تحت في الكومنتات. الله يحفظكم ان شاء الله، لا تنسوا التحصين ولا تنسوا الاذكار، وان شاء الله باذن الله نشوفكم على الطريق. اكتبوا لي تحت اذا بدأت تسوق ولا ما بدأت تسوق، وطلعت رخص ولا ما طلعت رخص. I love you so much. لا تنسوا لايك وشير واشتراك.